تعد قرية القنوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا إحدى القرى الرائدة في تجارة محصول المانجو، والتي زاع صيتها في جنوب الصعيد منذ قرابة نصف قرن لوجود بورصة المانجو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب تجار محافظات الجمهورية. وتمتاز أنواع المانجو في قرية القنوية بجودتها العالية، والتي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج. منذ قرابة نصف قرن اشتهرت قرية القنوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا بتجارة محصول المانجو، والتي ذاع صيتها في جنوب الصعيد لوجود بورصة المانجو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب محافظات الجمهورية. البورصة أصلا، بورصة المانجو أصلا على مستوى محافظة قنا، يمكن أقول لك الصعيد كله بتيجي من هنا، يعني الأسعار أصلا بتطلع من هنا من قرية القنوية، ويمكن القنوية بتودي للصعيد كله، وكمان في بيروح الوجه البحري. التجار وأصحاب المزارع يحرصون على ترويج محصولهم في قرية القنوية للحصول على أعلى وأفضل سعر، حيث يجد المواطنون أيضا ضالتهم في الحصول على أسعار تنافسية عن الموجودة في الأسواق. القنوية دي مشهورة بزراعة المانجا وتصديرها، ويعني بتورد لجميع المحافظات، أسوان، إسكندرية، جميع المحافظات، يعني بنوردوا لها المانجا دي. عندنا يعني زرع المانجا، القنوية أكثر بلد مشهورة بزراعة المانجا وتجارة المانجا. المانجا بتبدأ عندنا نحن من شهر 6 لغاية 20/8 أو بعد 20/8 أو قبل 20/8. بالنسبة للأصناف المطلوبة، العويسي، العرابي، الزبدي، التركنزي، التيمور، الهندي، يعني انواع كثيره. من الساعه 10 بنبدا البياعين والسراح اللي بتاخد المانجا وبتوزع على جميع المحافظات، وعندنا نيت انواع المانجا بتبدا من البلدي وعويسي وزبده والكركنزه والصديقه والسكري وكل انواع المانجا. وتمتاز انواع المانجو في مزادات بورصه قريه القنويه بجودتها العاليه وحلو مذاقها، والتي يقوم بعض التجار بتصديرها الى الخارج. القنويه تلك القريه الخضراء الصديقه للبيئه والشهيره بالزراعات والمحاصيل المتنوعه، سجلت اسمها من بين كبار موزعي المانجو في محافظات الجمهوريه، فمزادات المانجو تستمر طوال الموسم ليستقطب كل المزارعين والتجار لترويج محصولهم.